الإعمار في 60 ثانية. أهلا بكم. افتتح وزير الإعمار سيد بنقير أكاني جسر الرستمية الكونكريتي الثاني الواقعي على نهر ديالة ضمن أعمال مشروع تأهيل وصيانة طريق مدخل بغداد بسماية. أكد وزير الإعمار سيد بنقير أكاني أثناء ترأسه اجتماع فريق مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد أن الحكومة تعده نموذجاً ناجحاً للفريق الوطني المتجانس المنتج. شرفت الوزارة على أنجاز مشروع ماء البغدادي أحد أهم مشاريع البرنامج الحكومي في محافظة الأنبار الذي سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 متر مكعب بالساعة. إلى اللقاء.